السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين برمضان الكريم، أعاده الله علينا بالخير يا رب العالمين، وعلى كل المشاهدين وعلى كل أمة الإسلام يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم على طريقة تحضير مرق الدجاج وأضرارها وما نستسهلهاش يا جماعه. انا حضرتها في البيت، بس انا هنا لما جيت احضرها لقيت ان الكاميرا الدخان هيطلع مش هتبقى حلوه وكده، فانا حضرتها في البيت سهله جدا جدا جدا. النهارده هنتكلم على مرقه الدجاج، بس الاول نقنع الناس اللي هم بيقتنعوا انها كويسه جدا وجميله جدا وما فيهاش اي مشاكل، نقول لهم ايه اللي حصل في اخر مؤتمر طبي اتكلم فيه عن مرقه الدجاج. ماشي، اخر حاجه جات عن مرقه الدجاج لازم نبقى عارفينها علشان نقتنع ونبدا نعملها في البيت، مش هتاكل مننا حاجه بسيطه خالص. يعني ايه هي اضرارها؟ انا بقرا لكم يا جماعه من المؤتمر، بيقول ان بيان الدراسه الامريكيه مؤخرا بان مرقه الدجاج البودره والمكعبات قادره على قتل 24 شخص، وذلك بسبب مضرها الكبيرة والناتجة من طريقة تصنيعها ومكوناتها، حيث أن مرقة الدجاج تتكون من جلود الدواجن وأعضائها الداخلية بالإضافة إلى العظام، والتي يتم تعزيز نكهتها من خلال إضافة كميات كبيرة من الملح والبهارات، ويمكن بشكل عام تلخيص المضار. هقول لكم إيه هي المضار بتاعتها. تحتوي مرقة الدجاج على مادة يطلق عليها اسم أحادي جلوتامات الصوديوم، والتي من شأنها تؤثر على مدى الرؤية للأشخاص، وقد تؤدي على المدى البعيد إلى فقد البصر، الإصابة بآلام الرأس والصداع، تعمل على تدمير الخلايا العقلية وبالتالي زيادة الفرصة بالمرض الزهايمر، قد تصيب الإنسان بالتسمم وذلك بسبب احتوائها على مواد مصنعة ذات رمز E621، والتي ستجدها من ضمن قائمة المكونات المكتوبة على العبوة. يعني احنا هنلاقي الكلام ده مكتوب على العبوة. تعمل على زيادة الدهون في الجسم، تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخبيثة، اللهم احفظنا واحفظ الجميع. نتيجة لاحتوائها على كمية كبيرة من الأملاح والتوابل، فهي تؤدي إلى رفع الضغط ورفع السكر. وما بينصحوش أصلا إن الحامل إنها تتناولها. طيب طريقه عملها في البيت بسيطه والله خالص يا جماعه، وسهله جدا، ممكن نعمل منها كميه ونخزنها ونستخدمها زي هي نفس الفكره. بجيب فرخه متوسطه او دجاجه متوسطه، او يعني اي المتواجده عندك، صغيره متوسطه كبيره اي حاجه، انا انضفها كويس جدا وبقطعها واحط عليها جزر وكرفس وبصل، ويعني احطهم كده بشكل عشوائي. انا الحقيقه بحط شويه جزرتين بصلتين، كل التوابل اللي عندي، ورق لورا، فلفل اسود، ملح، اي بهارات عندي بحطها، بهارات فراخ، روزماري، هيل، اي حاجه. ماشي، البقدونس نسيته، البقدونس اداها نكهه، انا عملتها مره من غير بقدونس ما طلعتش بحلاوه اللي انا عملتها بالبقدونس، بس كده. ماشي، وبعدين نشوح بقى كل الحاجات دي لمده دقيقتين كده، وبعدين نقوم حاطين الميه زي ما بنعمل الفراخ عادي، يعني نقوم حاطين الميه، مزودين الميه بعد ما شوحنا الحاجات كلها، التوابل والجزر والكرفس والحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها، نقلبها قلبتين مع الفرخه، وبعدين نقوم ايه ضايفين الميه، نسيبها تغلي لحد ما الفرخه خلاص تغلي وتستوي وكله يبقى تمام. نقوم شايلين الفرخه، مصفيين الشوربه من التوابل دي كلها، وبعدين نجيب على النار معلقتين من الطحين او الدقيق، نقلبهم، وبعدين نقوم يعني نفس طريقه البشاميل، كانك بتعملي بشاميل، بنقلب معلقتين من الدقيق كده بمعلقه سمنه او معلقه زيت ذره، وبعدين نقوم ضايفين مخففينه بالمرقه اللي احنا استخدمناها، وبعدين نحطها في قوالب المكعبات بتاعه التلج العاديه اللي هي في ثلاجه اي حد، نقوم حاطينها، وبعدين بحطها في الفريزر واسيبها بقى في الفريزر، كل ما اجي استخدم اطلع قالب اقوم حاطاه. طعمها رائع جدا 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 جدا، والملح صحيح ما تنسوهوش، بس بلاش نكتره علشان ممكن نبقى مملحين الاكل. حبيت افيدكم، ويا رب تكونوا استفدتوا بجد. لايك لو عجبك الفيديو، لو لسه مشترك جديد او لسه اول مرة تشوفنا ياريت سبسكرايب للقناة. شكرا على متابعتكم، وياريت تتابعوني بكومنتاتكم وقولولي رأيكم في وصفاتي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.